ما شاء الله تبارك الرحمن. وصل الزين يارس موديل 24 فئة الواي اكس، وهذه من الامام ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا نتكلم عن المحرك، المحرك له 1300 سي سي، نظام الدفع دفع امامي، الجير اوتوماتيك سي في تي، قوة الاحصنة 97 حصة، شيك حساسات امامية، كرومات باللون الاسود، الانوار زنون العالي والواطي. طبعا عندك جنوط مقاس 16 انش باللون الفضي ما شاء الله تبارك الرحمن. إشارة في المرايا، مرايا نفس لون السيارة، المقابضة نفس لون السيارة، طبعا فيها دخول ذكي فقط. عندك السبير جايك جنط، يا سلام. عندك سعة المحرك 1300 سي سي، سنة الصنع 24، نظام الدفع امامي ممتاز، بلاص اللتر الواحد يمشيك 22.4 كيلو، نوع الوقود بنزين 91. وهذه من الداخل جايك فراميكا باللون الاسود اللماح، مراتب بيج قماش. عندك مكيف خلفي، منفذ التايب سي، منفذين. نتكلم عن السيارة، فيها رادار وفيها تحديد مسار ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا شكل السيارة من جوا مع المفتاح، عندك زر الفتح وفتح الشنطة، طبعا نظام الدخول تجيك فتح، التسكير تسكير ذكي. عندك هذه من جوا، عندك إكزوست كهرباء كامل، عندك التحكم في سنتر لوك من هنا، عندك التحكم في المرايا، عندك التحكم في الأنوار الخارجية، منع الانزلاق، الرادار، عندك حساس الكفر، عندك تقدر تفصل الحساسات من هنا وتقدر تشغلها لين نوطي الصوت، لين نوطي الصوت. عندك هنا التحكم في الراديو من هنا، الشاشة، عندك التحكم في البلوتوث، عندك التحكم في الأعداد الرحلات، عندك بعد هنا التحكم في الأعداد الرحلات من هنا ما شاء الله تبارك الرحمن. عندك هنا الجلونت، عندك هنا الجير، طبعا الجير جايك سي في تي، عندك الكاميرا الخلفية، عندك الشاحن اللاسلكي ما شاء الله تبارك الرحمن، منفذ اليو اس بي من هنا، عندك الشاشة تدعم الكاربلاي والخرائط. وهذه مواصفاته ونظام التشغيل،